مات الشجر واقف وظل الشجر ما مات، رياح الدهر تصرخ وهي تجرح جنوبه. لك الله شجر للموت ما ترخي الهامات، بقت وقفتك يا رافع الراس مهيوبة. شجوني لها مع وقفتك يا شجر وقفات، عيون النظر مع نظرة الفكر مصحوبة. شموخ الشجر عبرة لمن يفهم الشارات، والإنسان في غفلة والأيام محسوبة. أرد النظر أرد النظر لا شك يا نظرتي هيهات، أبستوعب العبرة بالأشجار مكتوبة. وأنا يعتريني ضعف الإنسان والهقوات، أروم العزايم يوم وأيام مسلوبة. أبظهر عن الدنيا مع حامل النظرات، وسافر عن العالم على غاية مدروبة، وبرسم على غيمة دروب الهوى بسمات، وبنثر كلام الحب طرب وطروبة، وغني بها سامر وقوم بها عرضات، وبترك ثرى الدنيا لمن كان مطلوبة. الأمير خالد الفيصل. يعطيك العافية أختي صفية. بعض التعليقات على كلام أخوي أبو فهد. صوت صفية ما شاء الله عليها، الصوت معروف والصوت مألوف، ولكن الناس ما عرفوا من هذا الوجه ومن هذه الشخصية التي خلف هذا الصوت. من يعرف صفية عرف أن هذا صوتها، خلصنا. لكن في السوشيال ميديا لم يتم تداول صوت صفية الشحي، لكن من هم في الإعلام يعرفون أن هذا صوت صفية الشحي، من هم يتابعون الإعلام المرئي التقليدي الكل عارف أن هذا صوت صفية. وبدأت ودائما لكل 10 سنوات هناك أصوات جديدة تتجدد، يعني كانت في أصوات في المطارات نسمعها، أصوات في الطيارات نسمعها. الآن نقدر نقول 10 سنوات القادمة، يعني إلى رؤية المملكة 2030 بيكون صوت صفية مستمر إن شاء الله. بس الآن يعني يفترض أو من المستحسن على صفية أن تتواجد على السوشيال ميديا ليعرف من هي صاحبة هذا الصوت. وكما نشرت هي صوتها في الإعلام التقليدي، الإعلام المرئي، ما أدري هذا سمي الإعلام القديم، أيضا عليها أن ينتشر صوتها وعليها أن تتواجد هي في السوشيال ميديا في الإعلام الحديث، تكون متواجدة بصوتياتها بأسلوبها بحواراتها، وأيضا بالمفهوم الجديد لهذا الإعلام. المفهوم الجديد للإعلام الحديث اللي هو السوشيال ميديا هو مفهوم، يعني ما بسميه متذبذب، ولكنه مفهوم متقلب متغير متجدد متطور. يعني كل يوم يطلع لك بشيء، وقد ممكن أسميه الإعلام المجنون السوشيال ميديا. يعني الحين سبيس طلع لنا الكلاب هاوس من فترة، وفجأة الحين قامت تويتر قامت تخبط فيه شوية، وكل مرة تشوف في أشياء قاعدة تصير. تويتر يحاول ينافس فيسبوك، فيسبوك ينافس ما أدري من، الانستغرام يحاول يثبت وجوده بطريقة مضادة للتيك توك وهكذا. فالآن مثل جماعة الإعلام التقليدي، وأعني فيهم الآن صفية لأن هي متواجدة معنا، ماذا يجب عليكم أن تفعلوا؟ هو ليس سؤال موجه لك نجاوبين عليه، ولكن سؤال موجه لك تأملي تدبري تفكري لك عشان تخططين للإعلام الحديث اللي هو مستقبل العالم أصلاً. فصفية لا، هي غنية عن التعريف في الإعلام القديم، الكل يعرف صفية، ولكن في السوشيال ميديا الناس ما عرفت صفية، وهذه صارت لهم الفرصة لأنهم يعرفون صفية وصوت صفية. وكونهم عرفوا صفية أو سيعرفون صفية فهو ليس مدحا في صفية، ولكن نعمة من الله بهذا الصوت الجميل مع العقل الجميل مع القيمة مع المحافظة على العادات والتقاليد، صاحبة قيم صاحبة مبادئ ما تنازلت عن مبادئها عن قيمها عن دينها عن أصالتها لأجل شهرة إعلامية، ولكن الإنسان صاحب القيم صاحب الأصالة
أكبر كنز له سمعته قيمه أصالته، وهي من أولئك القوم التي ستؤجر في الآخرة وتؤجر في الدنيا إن شاء الله بما يرضيها ويرضي ربها. شكرا لك صفية، أنا سعيد أني موجود بالقرب منك الآن. طبعا بخصوص سؤال اليوم، نحن كيف يجب أن ننظر كإعلاميين لهالتغييرات، ومثل ما تفضلت حضرتك أن في تذبذب كثير أصلا بين المنصات اللي نحن متواجدين فيها. الموضوع يحتاج لأن أنت كأنك تقوم بعبء إضافي إلى جانب الأعباء الأخرى اللي تقوم بها. يعني قبل كنا نقول، يعني ننظر إلى بعض القنوات الفضائية اللي هي البان أرابس العربية، أكثر شيء موجهة للعرب، ننظر إليها كصانعة للنجوم. نحن كإعلاميين نشوف أن في قناة تنجم مذيع وتعطيه حقه. أحياناً لاتساع الرقعة الجماهيرية في دولة معينة أيضاً يصير هناك تنجيم يتنجم هذا النجم أو هذا المذيع. بعض القنوات تحافظ على نسق معين وفيه استمرارية. يعني نحن عندنا زملاء وزميلات مثلاً في قنوات عربية أخرى خليجية عربية استمروا سنوات طويلة في برنامج واحد، هذا الشخص ما طلع من هذا البرنامج. نذكر على سبيل المثال مثلاً للحصر، يعني أقرب شيء حين على بالي برنامج MBC لرايا مثلاً مع السينما. هذا البرنامج استمر سنوات طويلة، عقود يعني استمر، وفي دعم وفي ضخ وفي ميزانيات مخصصة وفي كثير من الأمور اللي جعلت أو حولت هذا الإعلامي إلى نجم. يمكن تتفاوت الأمور في طريقة التعامل مع الإعلاميين بين وبين. بعض الإعلاميين اضطروا أنهم يخطون مسار نجوميتهم بطريقتهم الخاصة، قد يكون تنازل عن نوع من المحتوى، ارتباط بنوع آخر من المحتوى. فكنا ننظر إلى القنوات بهذه الطريقة ونقول لو ولو. اليوم اختلف الموضوع. اليوم أنا ما أحتاج أني أنا أكون موجودة في قناة معينة وأنتميلها بشكل تام حتى أكون نجمة في محيطي كإعلامية. لكن هذا الشيء وزملاء الإعلاميين الموجودين حاليا في هذه المساحة متأكدة أنهم قد يتفقون نوعا ما مع الكلام اللي أنا أقوله، هذا الشيء خلق أعباء إضافية علينا نحن كإعلاميين نمارس أدوار مختلفة. فأنت إلى جانب صناعة المحتوى الإعلامي اللي أنت تبغي تدعم من خلاله خط السير أو الفكر اللي أنت يعني تدعمه وتنادي به. أنا مثلا فكر المعرفة وفكر الثقافة عندي مؤمنة به منذ سنوات طويلة، بس إلى جانب هذا الاجتهاد الكبير والاجتهاد في تطوير أدواتي كإعلامية ومتابعة ما يحدث في هذه المنصات واختيار المكان الصحيح. أنا من الناس اللي ما تقبلوا كلاب هاوس أبدا أبدا أبدا، ما تقبلت هالمنصة، ما أعرف شو يعني ما تقبلتها. بس سبيس تويتر كان الأنسب بالنسبة لي، قبلها كنت موجودة في اللايف في الإنستغرام. العمل الإضافي أو العبء الإضافي اللي أتكلم عنه هو أن كيف أحدد هوية معينة وأحافظ على نسق هذه الهوية وقيمها باستخدام أدوات العصر. الاستثمار يكون من الوقت، الاستثمار يكون من التركيز، الاستثمار يكون من المال كذلك. أنا حتى مثلاً أني أحط صورة معينة، فيجوال معين لهويتي على السوشيال ميديا، هناك استثمار مادي يتم بشكل شهري حتى أحافظ على العلامة الشخصية بهذه الطريقة التي تتناسب تتوافق مع المحتوى وخط السير اللي أنا راسمت لنا. حتى أنا أحافظ على ظهور مستمر متطور باستمرار في هذه المساحة، عندي جهد كبير إضافي يبذل في مجال آخر اللي هو مجال تنمية المعرفة مالتي وتنمية أدواتي المعرفية وتطويرها حتى تليق بالحضور اللي موجود في هذه المساحة. حتى أنا يعني أبني لي هوية نوعا ما فيها نجومية كذلك تخدمني وتخدم تقدمي المستمر في هذا المجال، أحرص على الظهور بطريقة معينة في منصات معينة، أقوم بشراكات معينة مع علامات شخصية أخرى، أحيانا مع علامات تجارية أخرى. فأنت تدير يعني تدير شؤونك المعرفية، تدير شؤونك الفكرية، تدير شؤونك التجارية في نفس الوقت، تدير شؤونك الترويجية، يعني عبء مضاف. بينما قبل كانت القناة تسوي هذا كله حقنا، مو بنحن اللي نسويه،
هو بس يظهر، يتم اختيار برنامج معين بالنسبة له، ضخ الميزانيات في هذا البرنامج، استضافته في محافل كثيرة، دعوته لإدارة حوارات كبيرة، أنه يكون مع شخصيات، تقديم مؤتمرات. اليوم الموضوع اختلف تماماً، فاختيار المنصة واختيار أنك أنت تمارس هذا الدور وتختار نوع المحتوى وكيف راح تنشر هذا المحتوى. الآن في عملية يعني في عملية تمر بثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى اللي هي pre-production، يعني ما قبل المنتج نفسه اللي حالياً أنتوا تشوفونه، ما قبل هذا المنتج، استراتيجية وتخطيط ووضع قيم معينة أنا راح أركز عليها، كلمات مفتاحية، استثمار مادي في الـ SEO، استثمار مادي في الديزاين، في الهوية المرئية، في الهوية الصوتية، استثمار في تطوير أدائي الصوتي. يعني عملية معقدة ويومية. بعدين إيه اللي الناس يشوفونه، اللي هو قمة الجبل فقط، قمة الجبل أو الحدث في لحظة الدهشة نفسها اللي يبرز، بس الناس يشوفون هذه اللحظة الخاطفة، بس ما يشوفون العملية المعقدة اللي تكون قبل. انزين، نحن ما نكتفي بالمرحلة الثانية، المرحلة الثالثة اللي هي post production. شو يعني؟ يعني ما بعد الحدث ونجاح الحدث وهذا الظهور الإعلامي في المنصة، هناك أيضا عملية مستمرة في إعادة النشر وإعادة تذكير الناس نحن شو نسوي. وأحيانا أمور مر عليها شهرين ثلاثة نرد نذكرهم فيها، ويبدو لي أن نص الجمهور كأنه أصلا ما شافها وكأن هاي أول مرة. فوحدة من التحديات حتى في المنصات أن جمهورك كذلك مو بثابت، جمهورك متغير. فاليوم اللي موجود في هذه المساحة، إذا تلاحظون الأخ أبو فهد يعيد تكرار بعض المسجات، أنتوا اللي حاضرين دايما تقولون ليش يعيدها كل مرة، بس ترى فيه هناك فئة جديدة دخلت، فهو لازم يقول لها المعلومة من أول وديد حتى يعني تتذكر أو تكون معانا في نفس الخط. فبالضبط هذا اللي يصير، نعيد أحياناً أشياء كثيرة، نعيد إنتاج محتوى كثير حتى نقول حق الناس ترى أنا موجود، أنا أعلق صوتياً، أنا أشارك هني، أنا موجود كصوت إكسبو، أنا كذا أنا كذا. فهذه مش تعزيز لفكرة الأنا، هذه أصلاً طريقة عمل السوشيال ميديا بهذه الطريقة. كذلك نحن عندنا شبح الترند ومحرك البحث، وحتى أنا أكون دائما في أو في يعني متصدرة لقائمة البحث، لما ينذكر اسمي مثلا أو تنذكر الكلمات المفتاحية المرتبطة فيني، أقوم بالكثير من يعني الكثير من العمليات حتى أحسن هذا الظهور. ففي منصات السوشيال ميديا كلها بتلاحظون أن أنا عندي نمط واحد، نفس الصورة، نفس البايو، نفس الكلمات المفتاحية، نفس الرسائل. ليش؟ لأن محرك البحث ينظر لي بهذه الطريقة. فأنا إذا أيضا أعزز حضوري في الشق التجاري كمعلقة صوتية وكإعلامية تنطلب باستمرار، لازم أشتغل على هذا الأمر. أيضا نقطة أخرى، أنا ما أقدم بس محتوى في الصوت، ما أقدم بس محتوى في الظهور الإعلامي. إذا تلاحظون تلقون أني أنا أشتغل كذلك بلوج، يعني في التدوين، أشتغل في المقالات، أشتغل في تسجيل الشعر، تسجيل الدوكيومنتري، فيديوهات تدريبية صغيرة. يعني أستخدم كل أنواع المحتوى حتى أتمكن من الوصول إلى أكبر قدر من الجمهور، ومن بينهم طبعاً الشركات اللي ممكن تطلب خدماتي في المستقبل. فباختصار يعني أنا أقول باختصار، بس أنتم يمكن تسمعون أنه وايد، لكن فعلياً هو مختصر ما يحدث إذا يبغي الإعلامي ينقل نفسه هذه النقلة ويحدث هذه القفزة اللي مثل ما تفضل أستاذ محمد فضائية. قفزة تحتاج لكثير من الجهود. فإذا أنت ما عندك مدير أعمال يدير أعمالك، وما عندك شركات تنتج لك محتواك، وما عندك ايجنسي أو وكيل يحطك في المكان الصح مثل ما يحدث مع الفنانين، فأنت كإعلامي مضطر تسوي كل هذه الأدوار حتى تحافظ على وجودك في السوشيال ميديا أساساً. لكن أعتقد أننا نحن يعني نحلم بأقدارنا، يعني أؤمن بهاي الفكرة أن نحن نحلم بأقدارنا فعليا. فأيامها كنت أنا أصلا في الموسم الثالث من أبوظبي تقرأ، وداخلين على الموسم الرابع، وكانت هاي بتكون الحلقة الأخيرة يعني. وكان الأمير الله يحفظه في زيارة لأبوظبي،
أبو ظبي كانت تحتفل مع مؤسسة الفكر العربي بمرور 15 سنة، فهاي كانت السنة 16 أو 15 تقريبا، وكانت هناك طبعا جائزة الملك فيصل، يعني عفوا مش جائزة الملك فيصل، يعني رئيس هيئة، إنه هو رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، وكذلك عضو مجلس أمناء جامعة الفيصل، وهو في نفس الوقت مؤسس ورئيس مؤسسة الفكر العربي. فكان وجوده هناك احتفالا بمرور هذه الفترة، وكذلك تكريم لشخص مجموعة من الشخصيات اللي فازت بهاي الجائزة، ومن بينها كان صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان القاسمي. فالاحتفال هذا كان في إمارة أبو ظبي، فبالنسبة لنا نحن أن هذه مثل ما يقولون يعني السبق اللي ما في يعني أي تلفزيون ما يتمنى، فتلفزيون أبو ظبي كان الأقرب لهاي الفرصة، وطبعا البرنامج اللي أقرب لهاي الفرصة هو بطبيعة الحال أبو ظبي تقرأ، بس أنا أقول بطبيعة الحال، لكن كان بالإمكان أن تعطى الفرصة لحد ثاني، يمكن زميل من مركز الأخبار على سبيل المثال، أو زميل آخر ربما أقدر مني وأقدم مني. لكن أجزم أن ثلاثة مواسم من أبو ظبي تقرأ اعتبرت مواسم ناجحة، وتقريبا أكثر يعني 50 شخصية أو أقل كانت من كبار الشخصيات الثقافية والأدبية. فأصلاً نحن خياراتنا كانت في أبو ظبي تقرأ كبرنامج كانت خيارات يعني جداً صعبة، منتقى من برا الدولة من خارج الدولة. فأعتقد أيضاً السمعة اللي اكتسبها أبو ظبي تقرأ، السمعة اللي أنا قدرت أني أنا أيضاً أبنيها لنفسي كإعلامية في المجال الثقافي، وأبو ظبي تقرأ ما كان أول برنامج ثقافي أنا أقدمه على فكرة، هو كان ثاني برنامج ثقافي أنا أقدمه، بس كان أكبر برنامج ثقافي قدمته في حياتي لحد هذه اللحظة. فأظن لأن أصلاً بشخصية مثل شخصيات الأمير أصلاً يسوون بحث كامل عن المذيع اللي بيقابله والبرنامج وكل هاي الأمور، فأتوقع أن أصلاً أنا مريت بهالتشيك عموماً حتى يتم القبول. فهني أنا أقول نقطة أن الإعلامي لازم يكون حذر في خياراته دائماً، خصوصاً إذا كان محاور، وهذه العملية يرفض أن تفرض عليه فقط من إدارة البرنامج أو إدارة القناة. يعني أنت في كمحاور وأنت كمحاورة في يوم من الأيام بعد مرور فترة وبعد اكتساب خبرة يجب أن يكون يعني لهذا الإعلامي قدرة على أن يكون له صوت قوي ودور في اختيار الشخصيات. فأنا مرت عندي شخصيات كنت أقول لا ما أقبل أني أنا أقابل هالشخصيات، مش غرورا مني لا، لكن أنا حطيت يعني خط سير خلاص ما أقدر أني أنا ألعب في خط السير. ليش؟ لأن أنا دائما من النوع اللي يرسم لبعيد، أنا من الناس اللي دائما أقول أنا أستعد للفرص القادمة، أستعد لها من خلال المعرفة والتطوير صحيح، لكن كذلك أستعد لها من خلال بناء السمعة كإعلامية. فأعتقد هاي النقطة الثانية أيضا كانت من النقاط اللي جدا ساعدت، يعني نقطة القرب وأن أصلا الاستضافة كانت في أبو ظبي. ثاني شيء السمعة اللي بنيناها كإعلاميين في هذا البرنامج. ثالث شيء أنت كمحاور الآن أمامك هذه الشخصية أصلا تقرأها، يعني مفروض أنك أنت توصل لمستوى أنك قادر على قراءة ضيوفك. فاللي تفضل فيه الأستاذ ناصر كان موجود وأكثر في هذه الشخصية، السماحة، الأدب الجم، الاحترام، يعني شخص أنا أسميه شخص ممتلئ، وهذه يعني من النوادر أن نحن كإعلاميين يعني تصادفنا شخصيات بهذه الطريقة. فإذا صادفتك شخصية بهذه الطريقة أنت هني عادة مو بتستعد، بس هني الاستعداد يكون مضاعف أضعاف مضاعفة. فاستعداد من أي ناحية؟ استعداد من ناحية البحث، قراءة طبعاً قريت التقرير
كانت عندي نسخة من التقرير وقرأته، بديت أحضر محاوري بناء على توجه الأمير نفسه، لأنه أصلا توجهه ثقافي، توجهه شعري، توجهه فني، وكذلك يعني من ناحية الفن التشكيلي، وكذلك هو عنده توجه في دعم الشباب واهتمام كبير جدا بدعم الشباب العربي. واللي استمع لي الحوار بيسمع المقطع اللي كان يقول فيه أن حوار شبابي دار في إحدى العواصم العربية أثناء القيام بالتحضير لهذا التقرير وجمع نتائجه، والكلمة اللي قالها أن لو اكتفينا بهذا الحوار لكنا أدينا النتيجة المطلوبة أو حصدنا النتيجة المطلوبة من وراء هذا المشروع. فهذا الإيمان الشديد أيضا بالشباب أعتقد كان جزء كبير، لأنه شافني أكيد يعني بعدني توني يعني شابة، ما صار لي في الإعلام هاك السنوات الطويلة، يعني مش 30 و40 سنة، يعني بعدني كان يدوب 14 سنة في المجال. فدعم كبير، أنا أعتقد أنه أصلا دعمني بهاي الطريقة، أنه قبل أنه يطلع مع شخص توه جديد ومش معروف أصلا في الخليج أنه يدير هاي الحوارات. فهذه نقطة. بعدين أنت أصلا أثناء الحوار أنت تقرأ شخصيتك ونتائج أسئلتك عليها، فطبعا كان تجاوب كبير. وأنا أقول وأجزم أن حتى لو بدر مني توتر حينها وبدر مني خطأ غير مقصود، لأن اللي بيتابع اللقاء بيلاحظ أني أنا قلت ذكرت للأمير أن أنت توقفت عن قول الشعر، وهو صححني المعلومة بطريقة جدا راقية. وطبعا أنا أخذت هالمعلومة من منو؟ من فريق الإعداد. هني عاد شو أنت يا محاور لازم تعرف أن فريق الإعداد ما يعرف كل شيء في الكون. فيعني حتى سالفة أن الاعتماد 100% على فريق الإعداد أحيانا بعد ما تكون يعني في محلها وما تكون في صالحنا، لكن اللي خدمني أدبه الجم واحترامه وإجابته وتصحيحه للمعلومة اللي ذكرتها برقي. حينها أنا ما توترت، بالعكس كملت. فأيضا أعتقد هاي من الأدوات يعني المهم أنها تكون موجودة يعني عندنا كإعلاميين، أن نستدرك إذا كان في خطأ ما خلاص ما نجمد ونوقف فيه. يعني إذا أنت أخطأت في معلومة والضيف صلحها، وممكن أنت تعتذر أو ممكن تبتسم أو ممكن تسوي أي شيء يعني تستدرك الموقف وتكمل على طول ما تعلق فيه. فهاي من الأمور أيضا المهمة، الاستدراك ومتابعة الحوار دون الوقوف يعني في زلل أو في خطأ. وبعدين طبعا أكرمني بقول أبيات من الشعر اللي ذكرها هو أصلا عند الملك الله يحفظه. أو فيعني كل هذه الأمور كانت يعني تجربة، أنا أقدر أقول إنها التجربة الشاملة، التجربة المتكاملة، تجربة العمر إذا بنسميها. أنا طول عمري حلمت أني أنا أقابل صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد، يعني كحوار كان أحد أحلامي بصراحة، لكن الله وفقني في أني أنا أقدم أمامه مؤتمرات وأحداث كثيرة. الحلم جاء على شكل مختلف تماما، وجاء على يعني شخصية أيضا عظيمة ومميزة اللي هي الشخصية هذه. أنا تعلمت أني أنا أسوي المنجز وأنساه، أعود له بين فترة وفترة حتى أذكر نفسي من أنا، وبالذات في لحظات الإحباط ولحظات الزملاء الإعلاميين يعرفون الوضع. فشو أسوي؟ أروح أسترجع ان انا سويت انجاز، فتذكري لنفسك شيء زين وتذكري انت منو. ذهني ان كيف المحاور يكون ايضا جزء من دوره انه يقود الاستوديو. نحن طبعا نعرف في عرفنا نحن الاعلاميين ان المخرج هو اللي يقود الاستوديو، المنتج هو اللي يقود العمليه، عمليه البرنامج كله. بس انا اقول دام انك انت على الهوى فهو دورك انت بالدرجه الاولى انك انت تقود هذا الاستوديو. تقوده من ناحية شو؟ من ناحية أنك أنت تدير الحوار بطريقة صحيحة دبلوماسية، من ناحية أنك أنت إذا كان ضيفك عنده نوع من التوتر أو كان شوية متضايق من شيء، مخه مشغول في مكان ثاني، كيف أنك أنت تقدر تخليه يركز معاك إذا نسى الإجابة. أحيانا بعض الضيوف يسترسلون في الإجابة، وإذا كان المذيع أو المحاور مو بيالس يستمع فعليا للي يقوله الضيف، عادي يرد يكرر نفس السؤال او
أصلاً ما يعرف الضيف عن شو جاوب، فما يقدر أنه فعلياً يقود الحوار لأنه تغيب عنده ملكة الاستماع. ملكة الاستماع من أهم أدوات المحاور يوم يكون في حوار، وخصوصاً الحوارات الصعبة اللي مثل هذه، الحوارات مع الشخصيات الكبيرة. ممكن الشخصية تبغى تتكلم في موضوع ويعني تكلمت فيه وقالت كل شيء، طيب أنت خلصت خزينتك من الأسئلة، شو تسوي؟ كيف تسترسل في هذا الحوار وتكمل أكثر؟ من وين تلقط؟ أي خيط ممكن تبدأ تاخذه تلقطه وتبني عليه حوار متجدد في قلب الحوار نفسه؟ فهاي من الأمور أيضا الأساسية في عملية إدارة الحوار عموما في الاستوديو وقيادة الاستوديو. أيضا أنت كمحاور، أنت أذنك وجزء من عقلك موجود مع المخرج أو البروديوسر أو المعد الموجود في الجاليري فوق أو في أي مكان هو كان يدير العملية، والجزء الآخر موجود مع هذا الضيف. وإذا صارت أي ربكة في الاستوديو، كيف ممكن أنت تسيطر على هذه العملية وما تحسس أن الضيف أنه في شيء؟ إذا كنت أنت على الهوى وضيفك ما عنده وايد أشياء يقولها، كيف تتصرف ساعتها؟ هني تبدأ تستعين بالمعارف، بخزينة المعرفة الموجودة عندك أوريدي من قبل. عشان كذي المحاور مو بس يقرأ في أسئلة ضيفه ولا بس يبحث عن شخصيته، لا، لازم يدخل ويتوسع لتخصصات ثانية مرتبطة بتخصص الضيف أحياناً، وأحياناً مرتبطة حتى بذكرياته والقصص اللي مرتبطة بالضيف. فهني أنت كيف ممكن تستجمع خيوط المعرفة هاي كلها اللي عندك وتبدأ تضخها في الحوار نفسه؟ عشان شيء أحياناً يصير عندك مع imbalance أو عدم توازن، لأن يكون الضيف يا أن الضيف يأكل المذيع أو المذيع يأكل الضيف، أنت لا تبغي هذا ولا تبغي هذا، لأن ولا واحد في صالح الحوار. في صالح الحوار عملية التوازن. ألا ما في ضيف أنه ما عنده شيء يقوله، بس ممكن ما يكون ملم كامل الإلمام بالموضوع اللي هو يتكلم فيه. ساعتها أنت أي خيط ممكن تمسك حتى تعطي ضيفك الشعور أنه قادر أيضاً على قيادة الحوار معك، هي عملية تكافؤ، يعني عملية تكافؤ أكثر من أن هي عملية فرد عضلات. وأنا أعتقد في هاي العملية بالذات المحاور هو المفتاح الأساسي في إدارة البرنامج، خصوصاً إذا كان البرنامج على الهوى. تعب الحوار ما تستمتع. فأنا عشان شي اليوم كنت أقول في مساحة الصبح أن من حقنا جميعاً ضيوفاً أو محاورين أن تكون عندنا ملكة الحوار، أن نعرف كيف نستثمر المشاعر بطريقة صحيحة. الفكاهة واحدة من الأدوات الجميلة جداً إن تم توظيفها بطريقة صحيحة أثناء الحوار، تخدم الحوار بشكل جميل جداً وتخلي الجمهور يستمتع بهذا الحوار. بس أحياناً لازم يعني الفكاهة حالها من حال عاطفة الحزن أو الذاكرة المؤلمة، إذا ما عرفنا نوظفها بطريقة صح كأنك أنت تخطو في دغل ما تعرف أنت وين تسير، يمين ولا يسار، والدغل متشابك الأشجار بشكل يعني مخيف، فأنت ما تعرف ردة الفعل. يعني عادي أتخيل مثلا أنا يعني أقول شيء شوية خفف دمي مثلا، والضيف يقول زين شو يعني ما يضحك، شو بيكون يعني شعوري مثلا. فلازم أكون فعلا ذكية أثناء طرح أو الدخول إلى هاي المنطقة. ونفس الشيء منطقة الحزن أو العاطفة، إذا شو لو الضيف قال من سمح لك تتكلم في هذا الموضوع، يعني شو بتكون ردة فعلي أنا ساعتها؟ كيف أنا بتدارك هاي الأزمة اللي أنا حطيت نفسي فيها على الهوى؟ فهني يلعب الدور معرفتك للشخصية معرفة جيدة، والرابور أو نوع العلاقة اللي انبنت قبل الحوار هذا. فأنا عندي طريقة أصلاً قبل الحوار، طبعاً مع شخصية الأمير أكيد ما كانت عندي هاي الرفاهية أني أسوي حوار ما قبل الحوار، بس عموماً مع الشخصيات معظمها أنا عندي دائماً حوار ما قبل الحوار. الحوار اللي هو أنا بس أدردش مع الشخصية هاي، أسولف وياها وهي تتكلم، الشخص يعني هذا يتكلم، أنا أخذ نقاط أسجلها في بالي،
أقول أنا أوكي هذه النقطة ممكن يعني أتطرق لها، هذه لا 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 ببتعد، أحس إن فيها حساسية شوي. فأنت لما تي على الهوى أو في الحوار تحس إن في حميمية بين الشخصيتين كأنهم يعرفون بعض من قبل، بس هالرابور انبنى لأنه كان في حوار ما قبل الحوار. أنا هني أنصح دائما المحاورين الإعلاميين اللي نحطهم في هاي الأدوار إن دائما يتبعون استراتيجية الحوار ما قبل الحوار، مو بس يعتمدون فقط على البحث اللي هم بيسوونه، سواء البحث عن من خلال فريق الإعداد أو البحث الشخصي اللي أنت تسويه أصلاً وأنت تبحث عن هاي الشخصية. كذلك ما ينفع بس نعتمد على اللقاءات السابقة ونحط فرضيات عن الشخصية، لأن أنت ما تعرف أصلاً شو كان الجو في اللقاء السابق، شو نوع الرابور أصلاً اللي مبني ما بين هذا الشخص والمذيع، هل هم أصدقاء سابقاً عشان شي كان في أريحية وايد، هل كان الضيف متوتر حينها في هذه اللحظة. ما نقدر أبداً نعرف شو كواليس الحوارات السابقة. أي نعم ممكن ناخذ انطباع بسيط عن الشخصية نوعاً ما، شو توجهها، شو تحب تقول وكذا، بس ما يغني أبداً عن فكرة الحوار ما قبل الحوار، لأنه هذا بالذات اللي يعطي هذا الانطباع الطبيعي والجميل والعفوي في الحوارات. الناس اللي يغلون بس من الداخل يعني أعتقد أن هاي سبحان الله واحدة من الهبات من رب العالمين، أن من الناس اللي أقدر أخلي توتري وارتباكي وخوفي كله في الداخل ما طلع برا، فما يبين لا على وجهي ولا على أصابعي ولا على صوتي، which is الحمد لله نعمة. لكن طبعا بعدين يصير أثر كبير على نفسيتي أنا بعدين يعني وأعتقد الزملاء المحاورين يدركون هذا الأمر إذا كانوا يكتمون توترهم أثناء الحوار، تحس أنك تعرق وجسمك يحر ويبرد. بس مثلا اللي تابع الحوار بيلاحظ أن أنا عندي بس ربكة واحدة اللي هي في فكرة أن أقول اسم الأمير كاملا بشكل صحيح. أصلاً أنا عندي هاي شوية التحدي في فكرة أن أنا أقول أسماء الأشخاص والتايتل مالهم أو مسماهم الوظيفي بشكل كامل بدون خطأ، فطبعاً استعين أكيد بالكتابة. أنا ما أتفق مع الناس اللي يقولون لازم أنت تحفظ الاسم كامل والتايتل كامل أو لا ولازم ترتجل دايماً ولازم لا لا لا، ما أتفق مع هالفكرة. أنا أتفق مع فكرة أنك أنت تحط نقاط رئيسية عندك، محاور رئيسية على الكرت مالك، وتكتب اسم الضيف كاملاً منعاً للإحراج، ما له داعي نفرد عضلاتنا، لأن في وقت الحوار نفسه أنت ممكن لأي سبب من الأسباب يصير لك أي توتر أو ربكة وتنسى الاسم، في أصلاً في حضرة الشخصيات الكبيرة ممكن يصير هالشيء. فأنا كانت بس الأزمة الوحيدة عندي أني أقول الاسم صح بالترتيب الصح في وقت الحوار، وهذا الشيء عطاني انطباع أن أنا هاي من المهام أو من الأدوار اللي أنا بظل أسويها فترة طويلة من عمري، لأن أنا أعيش لحظة متعة كاملة في وقت الحوار نفسه، وعلى الأغلب المتعة اللي أنا أعيشها أثناء الحوارات هي اللي تنعكس على الجمهور، فهذا شيء زين بالنسبة لي. أعيش متعة الحوار، أعيش متعة علاقة التلميذ بالمنتر أو بالأب أو بالمدرس أو بالمعلم، أو أكون منسجمة تماماً لأني أشغل ملكة الاستماع، حاسة الاستماع أشغلها تماماً فل، فأكون مندمجة تماماً، فما لا يكون عندي لا الحمد لله توتر ولا يكون عندي ها. يحدث هذا الأمر قبل الحوار بس مش أثناء الحوار، وأعتقد هاي يعني ميزة أني أنا عارف أسيطر على لغة جسدي وعلى هالأمور، لكن إن ربكة في الإيد وفي الصوت لا، ما تحصل لي هاي الأمور أثناء الحوارات أبداً الحمد لله. طيب عندنا الدكتور عبير، عندنا يعني دكتور عبير أيضاً تبى تتداخل معك إذا تسمحي لها. هي طبعاً بس يعني في استكمالاً بس فقط لهذه النقطة وتأكيداً على هاي النقطة بالتحديد، أن أنت كمحاور مش مطلوب منك أبداً أنك أنت ترتجل، مش شطارة الارتجال على فكرة، الارتجال مش شطارة. أنا دائماً يعني أقول لزملاء الإعلاميين خصوصاً اللي توهم جونيور مبتدئين، عودوا إلى الأساسيات. الأساسيات أنك تحضر نفسك بشكل جيد، وأنك تكتب نقاط محورية تذكيرية تذكرك بالكلام اللي تبى تقوله،
وأنك تكتب اسم ضيفك كاملا وتنتبه للتايتل، ومش عيب ولا غلط حتى لو كان الإعداد كاتبنا لك، لأن سبحان الله حد ثاني ممكن يكون كاتبنا خطأ. أنك تسأل الضيف بالضبط منو ما كان هذا الضيف، عفوا بس بغيت أتأكد فقط من التايتل مالك، حتى ما تقع في إحراجات أمام الضيف وفي على الهوى بالذات إذا كنت على الهوى. فهذه يعني نقطة أساسية. النقطة الرابعة اللي أنا أبا أنصح فيها الزملاء أن دائما روحوا as life. شو يعني as life؟ يعني حتى لو كان تسجيل كاعتبر نفسك مباشر، والضيف لازم يعرف أن أنت مباشر أو أنك أنت كأنك مباشر، حتى لا تقطع استرسال الأفكار وما تقطع الجو اللي أنت بنيته جو الحوار. فgo as life، ولا تعتمدون على فكرة إن تسجيل وإن بنقصقص وإن عادي إذا غلطت عادي، لا. هذا الشيء يخليك دائما تفكر إنك تكون professional، محترف. أنت شخص محترف، أنت في كرسي محترفين، فما في شيء اسمه بعتمد على إن هذا تسجيل ولا عادي بينقص هذا السؤال، لا 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 لا. تكون حاضر تماما، حاضر ذهنيا، حاضر جسديا، حاضر نفسيا، وتسجل هذا الحوار كأنه مباشر. على هذه المداخلة، وفعليا أنا أتبع هذا النهج اللي هو أني أنا أستفيد من تجارب في قطاعات أنا أشوف، يعني أخلق بينها رابط، ولاحظت أن هذا الشيء أثر وايد على مو بس طريقتي في محاورة الضيوف، حتى أثر في وجودي أنا كضيفة في أي حوار. ف بشكل خاص أنا ما اكتفيت بس بأن أنا يعني أدرس في تخصص الاتصال الجماهيري، ما اكتفيت بس أني أنا أحط طاقتي وجهدي بس في الإعلام التلفزيوني، لا، دخلت على الإعلام المكتوب. الحين حاليا عندي مقالين يكتبان كل أسبوع، يعني بشكل أسبوعي في صحيفتين مختلفتين، في الثقافة وفي الشأن الإعلامي والتسويق. دخلت في التدريب، أدرب في مجال التسويق، أدرب في مجال العلامة الشخصية، أدرب في الورك لايف بالانس، أدرب في أمور مختلفة. لاحظت أن هذا الشيء أثر بشكل كبير جدا على خط سيري في الحوار. يعني اليوم نوعية البرامج اللي أختارها دائما تصب في التنمية، في التطوير، في الثقافة. فكثير من الإعلاميين يعتقدون أن إذا هو كان بس في الرياضة فهو لازم بس يتم في الرياضة، فلازم ما يطلع برع هالمجال. إذا كان في السياسة بس يتم هني وما يطلع برع. أنا أقولكم من تجربتي، أنا أعتقد أن نحن كإعلاميين مهم نراكم هذه التجارب، مو بس نراكمها بس لمجرد أن نراكمها، لا، نحن لازم نستثمرها بطريقة صحيحة، بحيث أن يصير في تداخل بين هذه التخصصات، فكل تخصص يدعم الآخر. وهذا من تجربتي أنا. أنا أعتقد أنه أضاف لي مستويات وأبعاد أنا ما كنت أحلم بها في شخصيتي. فاليوم أنا عندي قدرة أن إذا شفت ضيف لأول مرة وانطلب مني أو كنا في حوار، أنا ممكن على طول أبدأ أحاوره. ليش؟ لأن خلاص يعني صارت هاي ملكة. واحدة من الأدوات الأساسية كذلك عندك كمحاور اللي هي آلية طرح السؤال. كيف تطرح سؤال يستفز الضيف بطريقة إيجابية طبعاً للإجابة، ولأنه يفتح لك باب قلبه ويشارك القصص اللي موجودة في الداخل. إذا سألنا أسئلة إجاباتها تنتهي أو إجاباتها تقتصر على نعم أو لا، انسى الموضوع، قتلت الحوار من البداية. لكن إذا كانت أسئلة بمعنى تعطيك فرصة أنك أنت تقول قصص، لأن هذا السؤال استفزك بهذه الطريقة، إذا أضفت عنصر العاطفة لهذا السؤال، إذا ربطت قصة شخصية عندك كمحاور بسؤالك لهذا الضيف، أنت هني تستفز فيه الإجابة بشكل إيجابي. فن طرح السؤال من أهم الفنون التي يجب أن يستوعبها ويطبقها المحاور. أنا تعلمت أن طرح السؤال مو بس في دائرة الحوار التلفزيوني ولا الإعلامي. اليوم أي شخص
أنا ألتقي به تعلمت أني لازم أطرح عليه سؤالين ثلاثة أربعة. هني فضولك، فلذلك أنا يعني محاورة دائما أستحضر شخصية التلميذ وليس شخصية المحاور. التلميذ اللي يبغى يستزيد من الشخصية اللي قدامه، لأن أنا أعتبر الشخصيات هذه كأنها كتب، هذه كتب متنقلة، هذه كنوز بشرية متنقلة على قدمين. قصصهم، قصص نجاحهم، قصص فشلهم، أشياء بسيطة تبدو للوهلة الأولى شخصية جدا، لكن لما تطلع في الفضاء، في فضاء الحوار، تكتشف أن أنا وأنت والدكتور وأبو فهد والدكتورة عبير وكلنا عشنا هذه التجربة بطريقة ما، وإنما كل واحد كان له انطباع وطريقة تعامل مختلفة. الدرس المستخلص فعليا هو من هذه الحكمة، الحكمة اللي أنتجتها الخبرة هاي أو هاي القصة. فبديت أطبق هذه الطريقة في المحاورة الآن. أنا تلميذتك، أنا ما أعرف كل شيء، أنا بعرف منك أنت. هني لقيت أن تجاوب الضيوف تغير تماما، بدأوا يفتحون قلوبهم ويقولون أشياء، والنتيجة تكون بعد نهاية الحوار أن أنا قلت أشياء ما كنت أتوقعني أنا بقولها لحد. فأنت هني تاخذ الخط اللي هو كأنك تمشي على خط رفيع في النص، تعرفون هالشعور ما بين أنك أنت تستجلب ذكرياته والأمور الشخصية بطريقة طبعا جدا متوازنة، أو ما بين أنك أنت تحاور. فكيف تكون قريب بس بعيد في نفس الوقت، وفي نفس الوقت تعطي هذا الإحساس بالحميمية عند الجمهور؟ من وين يا هذا كله؟ هذا يا كله من الخبرة المستمرة، من الاستماع بإخلاص، من التعلم من المحاورين الآخرين. أنا كثير أسمع مثلا بودكاست، على فكرة يعني واحدة من الأدوات الأساسية كذلك أنك أنت تتعلم من تجارب المحاورين الآخرين. إذا كنت تبغى تكون محاور استمع لمحاورين، إذا تبغى تكون كاتب أقرأ لكتاب، إذا تبغى تستوي رائد أعمال تابع رواد الأعمال وصادقهم وتعلم منهم. فبالضبط هذا اللي يصير في عند المحاور، تستمع إلى محاورين آخرين وليس بلغة واحدة فقط. إذا كنت تجيد أكثر عن لغة خير وبركة، استمع لطريقة الحوار الإنجليزي والعربي، وإذا قدرت فرنسي بعد اسمع. ليش؟ لأن كل محاور عنده ملكة تروم تستعيرها، عنده أسلوب حتى في بداية طرح السؤال، وأحياناً أسلوب مختلف في طريقة مقاطعة الضيف حتى أنك أنت تأخذه إلى منطقة أخرى تماماً، لأنك محتاج تأخذه لمنطقة أخرى تماماً. فكل محاور عنده طريقة. فكيف أنا اليوم من خلال استماعي وإنصاتي بإخلاص طبعاً، مش بس لمجرد أني أنا أقول أني أنا سمعت، كيف أستعير أسلوب، كيف أستعير كلمة؟ مو بغلط أن نحن نستعير حتى من بعض أشياء جميلة ونطبقها في أسلوبنا في الحوار. يعني هذا اللي أردت أن أضيفه في هذه النقطة. يموت الشجر واقف وظل الشجر ما مات، رياح الدهر تصرخ وهي تجرح جنوبه، لك الله شجر للموت ما ترخي الهامات، بقت وقفتك يا رافع الراس مهيوبة، شجوني لها مع وقفتك يا شجر وقفات، عيون النظر مع نظرة الفكر مصحوبة، شموخ الشجر عبرة لمن يفهم الشارات، والإنسان في غفلة والأيام محسوبة. أرد النظر لا شك يا نظرتي هيهات، أبستوعب العبرة بالأشجار مكتوبة، وأنا يعتريني ضعف الإنسان والهقوات، أروم العزايم يوم وأيام مسلوبة، أبظهر عن الدنيا مع حامل النظرات،
وسافر عن العالم على غاية مدروبة، وبرسم على غيمة دروب الهوى بسمات، وبنثر كلام الحب طرب وطروبة، وغني بها سامر وقوم بها عرضات، وبترك ثرى الدنيا لمن كان مطلوبة. الأمير خالد الفيصل.